مساء الخير لكل اللي عم بيشوفونا، لكل الموجودين والموجودات، المشاهدين والمشاهدات، لكل الكبار، لكل الصغار، للاطفال، للبيبيهات. لا لا، ليه فايقين البيبيهات؟ كله ينام. بس كمان مساء الخير للشباب والصبايا، وهذا الموضوع اللي احكي عنه اليوم، الشباب والصبايا. الشباب والصبايا موضوع على قد يعني عن جد بفكر فيها كشب، احنا شو كان نسوى بدونكم؟ عن جد لولا الصبايا، احنا شو قلنا؟ مين قلنا غيركم؟ شو عندنا؟ يعني بكره راحوا الصبايا، فيش صبايا، يعني العالم بدون صبايا، شو كنا بنعمل؟ 70% من مواضيعنا اختفت، فيش على ايش نحكي، بضل عندنا نحكي شوي عن السيارات، تخلص السيارات، نحكي عن الفوتبول، خلصت، ما ضلش ايش نحكي، بنضلنا ساكتين. بس بالنهايه كمان اشياء كثير بتروح من الدنيا، يعني بدونكم عن جد مين نتحشر بالشوارع؟ زمامير السيارات لمين راح تزمر اذا مش للصبايا؟ لمين راح نصفر؟ لمين راح ننادي؟ لمين راح نسمع حكي الا لإلكو؟ عن جد شو قلنا؟ عن جد دكاكين الاواعي نص ثلاث ارباع راح يسكر، دكاكين الدباديب والشوكولاته والورد خلصت، ما عليها فيش ايش تشتغل. بس عشان هيك هذا الموضوع بده كثير 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 تفاهم واتفاق وتعامل، واحنا شوي الشباب عقلنا دج، شو نعمل؟ انت الصبايا هيك رومانسيات وفتحات وذكيات، احنا عقلنا دج بنيجي. عشان هيك انا بدي اعمل ارشادات للشباب كيف نتعامل مع الصبايا، وشويه ارشادات للصبايا كيف نتعامل مع الشباب، اللي هو كثير ابسط. بس اهم شيء كيف نتعامل، الجنس اللطيف يتعامل مع الجنس الغير لطيف، الخشن، هاي، بس انه ارشادات كيف نتعامل مع بعض. فعشان نشوف شو الإرشادات وشو الطلبات وشو المميزات لأنه كيف الشاب يتعامل مع الصبية، نبدأ بنصائح الشاب مع الصبية هي أهم إشي. بعدين نوصل للصبايا، صبايا جهزوا حالكم بعد هذا الفاصل اللي هو إرشادات للشاب كيف يتعامل مع الصبية. أولا أبو الشباب سجل على ورقة وقلم كل اللي أحكي لك إياه. أولا صبية ممنوع بأي حال من الأحوال، ممنوع بأي طريقة كانت تسألها قديش عمرك. هذا إيش ممنوع تسأل الصبية، لأنه بحال ما سألت قديش عمرك راح تنصب لك فخ، لأنه الصبايا شوي أذكى مننا، راح دغري تقول لك قديش بتعطيني. فكر أبو الشباب، فكر منيح منيح، فكر قديش ممكن تعطيها، فكر 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 فكر، ضوء أحمر ضوء أحمر، قديش بتعطيها؟ اقسم على 2 ونقص 5، يعني قول لها مرات 14 ولا تقول لها 42، دير بالك منها. الشغلة الثانية، صبية ممنوع تقول لها بأي حال من الأحوال إنها ناصحة. الصبايا عندهم إيش موضوع النصاحة إحنا نفهمش، ممنوع تقول لها شو مالك نصحاني أو ناصحة، مالك ناصحة، دير بالك، إلا إذا جاء بالك تأكل كف قولها ناصحة. صبية ممنوع تقول لها بأي حال من الأحوال إنها ضعفانة، كمان هاي ممنوعة. شو يعني كنت ناصحة؟ بيجيك الكف. هذا الموضوع ممنوع نقرب عليه، ضوء أحمر ضوء أحمر ضوء أحمر. الموضوع الثالث، صبية ممنوع بأي حال من الأحوال تقولها عن صبية تاني إنها حلوة. دير بالك، فش مفهوم الجمال بيطلعش من اللي قبالك، ممنوع يكون حدا تاني حلو، هي مسموح تقولك، هي مخلص عندها الحق انها تقولك، تقولك مثلا براد بيت بجنن، تامر حسني بهبل، ابصر مين بهبل بسوح، امبارح شفت شاب بمحل الكنادر عيني زرق بسطله. انت ممنوع تتخنفس على هذا الموضوع، دير بالك، هي ممكن تعمل لك امتحان بالموضوع هذا، يعني تكونوا ماشيين بالشارع وتقولك كيف هاي الصبية حلوة؟ فكر أبو الشباب، دير بالك، فكر منيح منيح منيح. ما أولا ممنوع تقول لا، ممنوع تقول مش حلوة، ممنوع، لأنه ساعتها راح تقول لك أنت كذاب، يعني راح تختار أحلى واحدة ماشي بالشارع وتسألك عنها. دائما قولها جواب دبلوماسي من النوع حلوة بس مش أحلى منك، حياتي بنفع تقول لها حياتي كيف على الشغلة، كيف هاي أمورة؟ أمورة بس مش هأمر منك، حياتي كيف هاي نغشي؟ نغشي بس مش أنغش منك، حياتي كيف هاي ناصحة؟ ناصحة بس مش أنصح منك، حياتي. أكل كف عليها راح تجيك الكفوف من حيث لا تدري، أو من حيث لا تدرون، أو من حيث لا تدري، أو هي المهم راح تجيك الكفوف من كل الجهات، دير بالك. إذا ننتقل للصبايا، كيف أقولكوا إياها؟ يعني انتوا عن جد يعني، بس في شغلتين، احنا يعني نصائحنا نصيحتي لكم هي عباره عن نصيحه واحده ولا ابسط من هيك.
اه تتوقعوش مننا نتذكر كل شيء، ذاكرتنا قصيرة بنتذكرش شيء احنا، يعني بلاش تطلعوا لي بفلومة تبعت انه متذكر اول مرة شفتك فيها، لا متذكر اول مرة كتفي ضرب بكتفك، متذكر اول مرة شربنا فنجان قهوة مع بعض، قديش كانت الفاتورة؟ انتوا يعني ايش بتعمل؟ تمسكوا الفاتورة بتحطوها مرات بكتاب بتجففوها، ورقة شجر واقع على جنب بتحطوها بقلب كتاب عشان هاي اول مرة مشينا طريق كانت على ارض وانت زحتها باجرك، وانا قلت لك حرام هاي ذكرى. ذكرى شو؟ انا ايش بتذكر؟ يعني بكفيني اتذكر عيد ميلادك، هذا الماكسيموم تبعي عن جد، هذا الماكسيموم تبعي اتذكر عيد ميلادك، بس بلاش كل الاشياء الثانيه، عيد ميلادك وبس. يعني عن جد انا ذاكرتي وذاكره الشباب ماكسيموم 2 ميجا بايت، ما فيش اكثر من هيك، يعني واللي عنده اكثر بكون جايب هارد ديسك براني ومعه محمل عليه المواد، عامل باك اب معين. فعشان هيك هاي النصيحه الوحيده، بتحكوا معنا بلاش نتذكر، ورح نضلنا ممتازين معكم. ها هاي كانت نصايح، بتأمل تستعملوها. بتعرف شو، اذا استعملتوها خبروني، بعرفش كيف النتائج، بس انه هاي نصيحتي لإلكم. يعطيكم العافية، بسطوا، ديروا بالكم تزمروش اكتر من لازم للصبايا بالشارع.